تندرج هذه الاحتفالية مع طبيعة العمل الإنساني والاجتماعي لوكالة بيت مال القدس، وشكلت ورشة موسعة للإنصات لهموم النساء المقدسيات وإبراز التحديات التي تواجههن، إلى جانب إبراز قطاعات عمل الوكالة كصيانة الموروث الحضاري وتحسين الهوية الثقافية للقدس وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في القدس. وتأتي هذه الاحتفالية أيضا التفكير في مدى ما وصلت إليه المرأة المقدسية في عملها اليومي، في نضالها، في مرابطتها، وأيضا في الدفع نحو كسر الحواجز، نحو التنمية البشرية، وهو ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف في عملها، في عمل هذه الوكالة مع المرأة المقدسية. أيضا هي فرصة لتعريف المرأة المقدسية بما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تولي وكالة بيت مال القدس الشريف منذ تأسيسها عناية خاصة للمرأة المقدسية، وما هذه الاحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي وبحضور أكثر من 100 امرأة مقدسية، إلى تأكيد من الوكالة على دعمها للمرأة المقدسية وللمكانة الخاصة التي تحتلها داخل المجتمع الفلسطيني. كل عام والمرأة المقدسية بألف خير، وشكرا كثير لكم اللي انتم اتحتوا لنا الفرصة للاحتفال بيوم المرأة العالمي ودعيتونا إلى، واللي أتيحت الفرصة للمرأة المقدسية اللي كتير كان منا ما بيعرف بشو إنجازاتكم اللي عرضتوها اليوم، فكانت مفاجأة كتير إن الإنجازات على مدار 25 سنة كانت كتير كبيرة، تركت بصمة كتير كبيرة في القدس. يعني مشاريعكم وين ما كان موجودة في القدس، بكل بيت، كل مؤسسة. بالمناسبة عيد المرأة، الحفل كتير رائع كان، وصراحة إنه كتير تفاجأت بالأشياء المغرب اللي بتقدمها للقدس، وكل الاحترام لهم. الحقيقة يعني انبهرت وكتير سعدت بنشاطاتها ومشاريعها، والشكر واصل لوكالة بيت المال القدس الشريف ولجلالة الملك محمد السادس. هذا وتطمح وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال تنظيمها لمنتدى القدس للمرأة والشباب الفلسطيني أواخر شهر يوليوز من العام الجاري، لإبراز دور المرأة المقدسية في ترسيخ القيم الحضارية وصيانة الخصوصيات العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، إلى جانب جمع فئتين مهمتين من فئات المجتمع المقدسي ليتداول الجميع في واقع الحال ومآلاته في ظل التحديات التي تعيشها المدينة المقدسة بشكل مستمر.